السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا معنا في القناة السيرة شانيل. اليوم غنوجدوا واحد الحريشات صغار في الفران، كيجيو غزالين وكيجيو لذادين. نتمنى من الله ينال اعجابكم الفيديو ديال اليوم. بالنسبة لهاد الحريشات والمكونات ديالهم كتكون بسيطة بزاف والمقادير كتكون متوفرة في كل بيت. غادي نحتاجو لهم واحد نص كيلو ديال السميدة رقيقة، جوج ديال الخمارات من وزن 7 غرام، جوج ديال الفاني او معلقة صغيرة ديال الفاني بودر، واحد المعلقه كبيره ديال خميره الخبز، كاس ديال سنيده، كاس ديال الكوك تقريبا داك الكوك الميدم، وكاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، واحد البيضه وقبيصه ديال الملح. وغنحتاجو الكوك والسميده رقيقه باش غنفندوهم. غادي ندوزو ناخدو الطاوه ديالنا، بسم الله، غنديرو فيها البيض ونديرو فيها ديك القبيصه ديال الملح، الملح غير شويه قبيصه، وغادي نضيفو ليها كاس ديال السنيده. صافي، غناخد هاد الطراب اليدوي غادي نحرك مزيان البيض والسنيده حتى يذوبو. غنسجمو لينا البيض والسنيده مع بعضهم. صافي، وغادي ندوز نضيف كاس ديال الحليب. كنتمنى الصورة تكون واضحة ليكم. وغادي نضيف داك الكاس ديال السنيدة، الكاس ديال الزيت عفوا، ونضيفو كلشي هاد السوائل هادو. وغنضيف ليهم داك الكاس ديال الكوك، دائما كنستمر في التحريك. صافي، وبالنسبه للسميده غادي نبدا نضيفها بشويه بشويه، لان السميده كتختلف، لان كتكون ديك السميده اللي كتشرب وكاين السميده اللي ما كتشربش، يعني من الاحسن نضيفوا السميده غير بشويه بشويه. صافي، غنضيف دوك جوج ساشيات ديال الفاني، نبدا نضيف السميده غير بشويه بشويه وانا كنحرك. غنضيف ليها دوك جوج خمارات، صافي نحرك. كيجيو زوينين البنات هاد الحريشات الكوتين الدراري ولا الفطور ديال الصباح، كيجيو غزالين. صافي، غادي نخليهم حتى تشرب ليا هذا الخليط مزيان. غنغطي بواحد الزويف او بالبلاستيك الغذائي ونخليه تقريبا حتى يتشرب واحد المده ديال ربع ساعه ولا ثلث ساعه، وعاد نرجع نتلاقاو باش نكوروا هاد الحريشات ديالنا. صافي، من بعد ما خليتهم تقريبا واحد المده ديال ثلث ساعه، كتشوفوا هي الشربات اللي الخليط ديالي. صافي، دابا غادي ندوز ناخذ بحال هاد الشكل الكويره بحال هكا، وكنفند في هاد السميده اللي وجدت من قبل والكوك. صافي، وكنحط في الطاوه ديالي اللي دهنت من قبل، عفوا اللي فرشت ليها بابي سيفيريزي.
صافي غادي نكمل هاد الخليط كامل، غادي ندوز نكورهم. صافي غنشعل عليهم الفران من التحت، من الفوق يا ربي حتى يتشقوا لينا، وعاد نحمرهم شويه من التحت وندوزو نتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي ديالهم. غادي ندوز نكور انا هادو كاملين وغادي نستفهم في الطاوه ديالي وندوزو نتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي ديالهم. من انا غنكون مسخن الفران من قبل، غادي ندخلهم ليه حتى يتشقوا لينا عاد ننزلهم يطيبوا من تحت. السلام عليكم. من بعد ما طابوا لي الحريشات كما كتشوفوا خرجتها من الفران، كتجي على هذا الشكل هذا، يعني راه كتجي زوينه وكيجيو مشقين وكتجي محمره من الداخل وزوينه. نتمنى من الله يكون الفيديو ديال اليوم نال اعجابكم، وما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك جيم، وتخليوا لينا التعاليق ديالكم والاراء ديالكم. فهاد الحريشه انا غادي نقطع معكم واحد الوحيده باش تشوفوا الشكل ديالها. كما كتشوفوا راه كتجي زوينه وكتجي رائعه كما كتشوفوا، يعني رطبه زوينه بزاف. نتمنى من الله الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم، وما تنساوش تخليو لينا كما كتشوفوا البنات. هذا هو الشكل ديال الحريشات ديالنا من بعد ما طابوا ليا في الفران، كيجيو محمرين من الجهات بجوج، كيجيو غزالين وكتجي رطبه هاد الحريشه، كتجي زوينه. مهم بالنسبه لهاد الحريشه، انا درت فيها واحد المعلقه ديال الخميره، راه ذكرتها في المقادير ملي كنت كنخلط، ما ذكرتهاش. كما كتشوفوا راه كيجيو رطبين. انا غادي نحل معاكم واحد الوحيده باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي من الداخل، كتجي زوينه وكتجي خامره. وديك الخميره كتخليها باش تبقى رطبه، ديك الخميره اللي تنديروها فيها كتخلي هاد الحريشه ديالنا باش تبقى رطبه. ونتمنى من الله تجربوا هاد الحريشات وتخليوا لينا التعاليق ديالكم، وتخليوا لينا لي لايك، تكثروا لينا من لي لايك باش دائما نستمروا ونبقاو دائما نعطوكم الجديد. نتمنى دائما نكونوا عند حسن الظن ديالكم، والى الملتقى.